صورة لفريق المغرب الأقصى تعود إلى عام 1919 أول فريق في مدينة طنجة. وأيضا هذا التتويج بشكل وشمولية حول النهوض بالرياضة. شكرا. اولا كنشكر كل الطاقم الاعلامي اللي اليوم متواجد معنا واللي كيواكب معنا هذه المناظره الاولى الجهويه حول الرياضه. كما جاء على كلامي في المداخله ديالي، فاليوم التقى مجلس الجهه باش يمشي في حوار تشاوري مع كل المتداخلين في قطاع الرياضه كما عملنا في مناظرات اخرى بالنسبه للمناظره ديال الاستثمار. فهذا كينبت بان اليوم مجلس الجهه خدا هذه المبادرات التشاركيه في كل جل القطاعات باش نلمسوا اكثر ونقربوا الاشكاليات الحقيقيه ديال القطاع الرياضه، واللي كتعرف اليوم بان عارفين بان بلادنا داخله على يعني واحد لقاءات كبيره واللي هي كأس الإفريقية وكذلك كأس العالم. اليوم حاولنا نشوفوا جوج ورشات أساسيين اللي باش نقدروا نأهلوا هذا القطاع هذا. الورشة الأولى حس نتحدثوا ونتكلموا على البنية التحتية اللي كتسهر بها الجهة، وكذلك السبل ديال الدعم كيفاش يمكن نحسنوا الحكامة ديال التدبير ديال الدعم لهذه الفرق الرياضية. نتكلموا على هذه المناظرة الجهوية حول الرياضة. هي احنا كنا كننتظروا هذه مده لان مهمه ومهمه بزاف، لان الرياضه محتاجه لعده اتفاقيات شراكه مع الجهات المسؤوله خصوصا الجهه، لان اي فريق من كيحقق واحد النتيجه والا كتفتخر بها اول جهه اللي كتفتخر هي الجهه المنتخبه. وحنا في امس الحاجه هذا الحضور اللي شفنا مكثف، ورؤساء الجامعه كانوا حاضرين والتدخلات ديالهم كانت تزيد مهمه. بينوا لنا بان السيد رئيس الجهه مشكور من هذا المنبر هذا، لان بينا على النيه الحسنه ديالو بان باغي يدفع بالقطاع الرياضي للقدام باش يحققوا نتائج جد ايجابيه باش تشرف المنطقه ديال الشمال ديالنا او الجهه ديالنا. كما كتعرف ديال المناظره هذه تعود بالخير على الرياضه خصوصا كره القدم اللي كتعرف مؤخرا واحد الطفره انتقاليه وتحقيق نتائج جد ايجابيه اللي بهرت بها العالم، خصوصا المشاركه ديال كاس العالم الاخيره اللي المنتخب ديالنا الحمد لله حقق نصف النهايه. وهذا ماشي سهل لان الكل ما كانش كينتظر هذا النتائج جد ايجابيه، وهذا ما جاش غير هيدا وكان جا من بعد واحد العمل واحد استراتيجيه. هذا هو ربما العمل كيزيد يتسنانا، وحنا كعصاب ولا كجامعات ما يمكنناش نشتغلوا بوحدنا الا ما كانوش عندنا الشركاء ديالنا. اليوم كنتواجدوا هنايا في المناظره الجهويه حول الرياضه اللي جات من التنظيم ديال الجهات مجلس جهه طنجه الصباح الحسيمه بالشراكه ديال جميع المتداخلين. هذه المناظره كنا كننتظروها حنايا من وقت طويل، وكنظن حتى دابا جات في واحد الوقت اللي هو مناسب. من اهم الحوايج اللي فيها هو ان كانت شراكه ديال جميع القطاعات المتداخله وجميع الرياضات بجميع الاصناف ديالها. من الحوايج اللي هما مزيانين في هذه المناظره انهم جات بشراكه ديال جميع الفاعلين لا المنتخبين ولا السياسيين، المجالس والجامعات، وخصوصا حنا البلاد ديالنا كيعرف واحد التطور كبير في المجال الرياضي وكينتظرونا استحقاقات كبيره، ولا سيما الجهه ديالنا ديال الجهه طنجة الصباح الحسيمه واحد الجهه اللي هي واجهه خص تكون عندها واحد الرؤيه اكثر واحد البعد اكثر. من تدارس ديالنا انه غادي يكون الدعم اكبر من هذه الجمعيات الرياضيه النشيطه، وكنظن كاين دفاتر تحملات اللي كتنهجوا من الجهه. كنظن بزاف ديال الجمعيات خصهم يلتزموا بالدفاتر التحملات باش يستافدوا من الدعم، لان جميع المتداخلين دابا كيهضروا على الشيء الواحد والشيء الشاغل ديالهم هو الدعم للجمعيات.